استهل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز زيارته للمناطق الحدودية الشمالية بزيارة لمنطقة الشقات الواقعة أقصى نقطة حدودية جنوبية شرقي البلاد. وكانت زيارة رئيس الجمهورية التي رافقه خلالها قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء حمادي والعلي مولود كانت فرصة للوقوف ميدانيا على الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية الشرقية حماية للثغور. الزيارة أيضا شملت زيارة قلعة الشقات ثم زيارة موقع ريج وهي منطقة بها ينابيع مياه. رئيس الجمهورية أدى بعد الشقات زيارة تفقد واطلاع لمقالع الذهب في منطقة قلبندور حيث حظي باستقبال مئات المنقبين الذين اصطفوا عند أماكن الحفر مرددين شعارات تذمر الزيارة. واستمع رئيس الجمهورية لجملة من المطالب الملحة قدمها المنقبون من بينها ضرورة توفير مياه الشرب ووسائل نقل تربط المنطقة بباقي المدن خاصة بمدينة زويلات عاصمة تيل الزمور. وتعهد رئيس الجمهورية في رده على المداخلات بالعمل من أجل توفير الماء، لكنه شدد على أن حركة السيارات الصغيرة تعد مجازفة في منطقة أمنية مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على الشاحنات فقط. وقال رئيس الجمهورية أن الدولة تعمل من أجل إسعاد المواطنين وذلك من خلال التنازل عن مناطق التنقيب لصالح المواطنين الذين عليهم العمل من أجل استتباب الأمن والاستفادة من ثروات بلدهم التي يجب أن تكون مسخرة للمواطنين قبل الأجانب. طبعا عنا في البداية قلنا لكم عن هذا الذهب عن الدولة وشيل الدولة عنه للشعب الموريتاني. إذا عنكم ياتكم تتنظموا أنتم وياتكم تحافظوا عليه. أول شيء بعد قاع أول شيء ما الدولة ما هي سامحة ولا هي قابلة يعود أي أجنبي هنا تجاه. هذا ياتكم تدافعوا أنتم عنه. مات. دافعوا عنه أنتم سابق الدولة. مات. إذا عن الأجانب هنا تجاه ما مسموح لهم هنا تجاه. القضية قضية أمن. وقضية استقرار لأن هذا الذهب الدول اللي وحلوا فيه وجاتهم كبت عليهم الناس من كل الأرض تعقب عليه دائما للمشاكل. وبالتالي يارتكم تتنظموا وتعودوا فيكم جمعيات وتتنظموا وتعودوا طارحين مشاكلكم عن طريق ذيك الجمعيات وتعودوا واقعيين ذاك اللي تطرحوا عارف عن الذهب عنه فيه ياسر بيته ياسر والدولة متخلية عنه لصالحكم انتوما وعلى المعاناة اللي هي معاناتكم يقال لابد انتوما تعودوا متعاونين. قضية نقل الدولة ما هي اللي تنقل اللي ينقل للمواطنين كيفكم انتوما ما تتنظموا وتعودوا مع اتحادية النقل يقدوا يسهلوا عليكم هذا النوع وعود الطريق معروفة ذيك إياها تعود طريق مؤبنة تعود يلابشة معها الشيء لا خطفتها على الطريق تعود معروفة ما تعود فوضى اللي الطريق اللي قد يتكردوا سمعتم. هذا لا بد من النظام ولا بد من تعود عندكم جمعيات ولا بد من يعود فيكم مسؤولين يعودوا يتكلموا عنكم ويطرحوا مشاكلكم بصيفة نزيهة وصيفة لا تستفادوا منها وتم الأمن هون مستتب في هذه المنطقة. ومنين تعود الفوضى؟ نحن الدولة ما تقدر تقبل الفوضى بها اللي ما فيها مصلحة للشعب الموريتاني ولا فيها مصلحة للدولة كاملة. يعني هذا قدر النظام اللي نخلق وتفاهموا توم بيناتكم وتعودوا عارفين اللي دوروا وعارفين مصلحتكم ومصلحة بلدكم أيضا. هي المسألة المهمة بعد قاعد هذه القضايا ما شاء الله يدوروا نحاولوا كان لقدينا إلى عادل ما موجود هنا تيا والله يقد يوجد في الأرض يدوروا عدلوا في صنداجات إن شاء الله عدلوا قضية الأسعار النقل ياتكم أنتم تنظموا وتشوفهم على اتحادية والدور الدولة تدفع على ذلك الاتجاه إن شاء الله تدفع على ذلك الاتجاه إذا كان يعود الأسعار يعود بصفة معقولة يعود يستفاد منها الجميع يستفاد منها الناقل وتستفادوا أنتم منها بصفة لا هي لا تعود قد تحملوها كاملين. أهم شيء قضية الطب وزارة الصحة يصدروا لها أوامر إن شاء الله توفر لهم إمكانيات كاملة ضرورية بعد الأمراض اللي تعالج على المنطقة نفتها إن شاء الله بالعجلة إن شاء الله دور مع الرجوع إن شاء الله هناك شرط يقير الله نوصيكم عليه هو الأمن والاستقرار. هاي المنطقة كانت تعرفوها كاملين ما كان القاجي قد يأخذ منها مات لأنها بلد المخدرات وبلد الإرهاب وبلد التطرف كامل مات والله يسيطر عليها. يعطيكم تشاركوا في الأمن شيء كامل لاحظتوه
والله حسيت به، والله علمت به. ياتكم تبلغوا مباشره معكم الوحدات هنا من الجيش اللي صاهرين على امركم، وياتكم تعاونوا معه. وسنمنعوا السيارات الصغار، لان الطيران العسكري دخل هنا ودخل يحاول يروق باطل السيارات من هذول المتطرفين وهذول الناس اللي مهربين مخدرات، وبالتالي خايفين عليكم وخايفين على امنكم. يعني اي سياره صغيره هون، رباعيه دفع صغيره انشبرت هنا تياها ما معلوم بها، تقدر تتعرض للخطر. وبالتالي هو السبب اللي الدوله ما هي سامحه ولا تقدر تسمح سيارات صغار، يا غير السيارات الكبار فيهم اشكالهم ياسرين اللي قد ياخذ مع هاي الطريق، ما في اي مشكله. منين تنظموا اذا كان يقدروا يعدل، والدوله تعاون معاكم وتعاون مع الاتحاديه يعني يوفر هذا كامل يعود ماشي. هذا بدايته على كل حال صعيبه نعرف عنها، ولا يتعانوا كثير يا غير مد اللي تلود الرزاقه ما تقدر تم راقده مات. وفي ياسر من خطوره نعرف عنه، وفيكم واحدين للاسف خلاوا ارواحهم في هاي القضيه، ما كان مطروح للبلد. يا غير الدوله كامل اللي قال تعدل لكم دور تعدلوا، يا غير ما تقدر تعدلوا ولا تقدر تنجح فيه ولا تقدر توصل للاهداف، ما هو انتم متعاونين معها، متعاونين معها، وكلكم كلكم كلكم يعود دارك خطوره الامر. قلت الامن في المنطقه وقلت الاستقرار، وبالتالي الامن هو اول شيء، هو الاولويه اللي ياتكم تعودوا دارين دائما في بالكم وطارحين لبلد. اذا ما فتحناها بذيك الحيله نعرف عنه خطير على البلد، يا غير دور المواطنين يستفادوا بدل نعود عاطين شرايك اجنبيه لا تتبارك معاه وتنقروا نعود قاع ما علم النبي كيف تدي واقع للاسف. عودوا عارفين اعرفوا التضحيه اللي معدل الدوله فيه الملايير اللي كانوا يعطوا يدخلوا من يعطوا الشرايك لا كم كانوا يدخلوا الشرايك ثانيات من يعود هم اللي يستثمروا الملايير من الفضل. منين وخلى المواطنين يستفادوا منه، يعطيهم اللي يعودوا مسؤولين ويعرف عن الدوله ذاك اللي قالت توفر كامل مشي دور توفر. وخلال هذا اللقاء الودي بين رئيس الجمهورية والمنقبين حرص المتدخلون على الإشادة بالدور الكبير الذي لعبه الجيش الوطني لجهة تأمين جميع مناطق البلاد، وخاصة المنطقة الحدودية التي كانت في وقت سابق عرضة لصولات المهربين والمتطرفين، وأضحت اليوم ساحة أمن وسلام يمارس فيها المواطنون أنشطتهم بكل حرية وأمان. رئيس الجمهورية زار مجموعة نسوة معيلات أسر، قدم إلى قلب دور بحثا عن الذهب، واستمع إلى جملة مطالب قدمناها، وحث رئيس الجمهورية المنقبين والمنقبات على ضرورة العمل في كنف وطن يوفر الأمن وفرص العمل لمواطنيه دون استثناء. هذا هو قلب دور بألوان الكوارتز التي تغشاه والتي تتضمن في طياتها حبات الذهب المعدن الثمين. إنه سر من أسرار هذه المنطقة الصحراوية التي ولدت فيها الحياة من جديد حول هذا المعدن غدا اكتشافه. سعيد الحبيب للموريتانية من قلب دور في أقصى نقطة شمالي شرقي البلاد.